السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بحضراتكم في قناة الدكتور أحمد خليل على موقع اليوتيوب، القناة التي تحمل شعار التعليم التدريب التثقيف. أتمنى لكم دائما مشاهدة هادفة نافعة مثمرة شيقة طوال الوقت، دائما ومعا إن شاء الله. هذه هي حلقة جديدة من حلقات البرنامج الرمضاني للقناة فيما يتعلق بمحور كيفية إعداد بحث علمي كبديل للاختبارات التحريرية والشفوية في مراحل التعليم الجامعي في الجامعات والكليات والمعاهد. كمراجعة سريعة، لو نتذكر في الفيديو الخاص بكيفية كتابة مقدمة بحث، ذكرنا فيها يعني ايه بحث. قلنا كلمة بحث يعني ببساطة شديدة كتابة تفصيلية في موضوع معين، كتابة تفصيلية في فكرة علمية محددة. الهدف ايه من مقدمة البحث اللي انا بتناولها؟ ابراز فكرة او مجموعة افكار حول الفكرة او حول هذا الموضوع اللي انا بتناوله كبحث، لإتاحة الفرصة للقارئ لفهم موضوع البحث. لو نتذكر قلنا مقدمة البحث لها ثلاثة أقسام: رقم واحد تحضير القارئ لفكرة البحث، رقم اثنين بيان، رقم اثنين وثلاثة هما بيانين، رقم اثنين بيان توضيح وجهة نظر الكاتب كاتب البحث في بحثه، ورقم ثلاثة بيان طريقة الميثود، طريقة إثبات وجهة نظر الباحث في موضوع بحثه. وشرحنا هذا الكلام تفصيليا وضربنا بعض يعني عدد من الأمثلة لتوضيح أفكارنا في هذه الحلقة أو في هذا الفيديو المتعلق بكيفية كتابة مقدمة بحث بطريقة صحيحة وعلمية. النهاردة حديثي هو موجه بشكل محدد إلى طلابي الأعزاء متخصصي اللغة. النهاردة هتكلم عن محتوى البحث، أنا عاوز إيه؟ طبعاً كل أستاذ مادة له حسب طبيعة الكونتنت، حسب طبيعة المحتوى المادة في اللائحة في الكلية أو المعهد أو الجامعة بيضع قواعد لها. فأنا دلوقتي هتكلم بشكل خاص عن المحتوى المطلوب في مقرراتي في فروع اللغة الإنجليزية، في سواء في القواعد او الصوتيات او فروع اللغويات مورفولوجي سينتاكس. تمام. اما الدارسين الاخرين اصحاب التخصصات الاخرى مشتركي القناه او المتابعين الاعزاء، اهلا وسهلا بمشاهدتك الكريمه، وحاول تربط بين كلامي وبين المطلوب منك في او الطلب منك استاذ الماده، ربما يكون في حاجه مشتركه مطلوبه. تمام، فده شيء جيد، وربما لا، وده طبعا هتبقى معلومة إضافة ليك في عند قيامك بإعداد أي بحث في المستقبل إن شاء الله. إذن أستهدف في خطابي في هذه الحلقة طلابي الأعزاء متخصصي اللغة. خلينا نبدأ فورا كده محتوى البحث اللي أنا طلبه. هنركز على ثلاثة أشياء تبقى لمحتوى اللي إحنا درسناه. هنركز على تعريف الموضوعات اللي أنا سأعلن عنها إن شاء الله في كل فرقة من فرق النقل. عاوز التعريف definition، number two examples أمثلة تطبيقية للموضوع ده اللي أنا طلبه منك اللي هنعلن عنه إن شاء الله، ورقم ثلاثة discussion and results المناقشة والنتائج، المناقشة والنتائج. غالبا مثلا هطلب منك هحدد مثلا ثلاثة موضوعات في كل مادة من موادي، ثلاثة موضوعات في كل مادة من موادي، وده هو الاتجاه الأغلب إداريا، تحديد ثلاثة موضوعات في كل فرع. أنا كل طالب هيختار موضوع واحد حاسس او شاعر ان هو هيقدر يعمل فيه شغل.
طيب وات ايفر 3 4 2 احنا هنتكلم انك اخترت موضوع معين هتركز فيه على المقدمه اللي انا نوهت ليها وشرحتها في فيديو خاص لها نقدر نرجع ليه والمحتوى هيشمل الديفينيشن التعريف واكزامبلز امثله تطبيقيه وابلكيشنز ورقم 3 ديسكشن اند ريزلتس المناقشه والنتائج طبعا التعريف اللي هو تعريف فكره الموضوع بتاعي تعريفه ايه علاقته ايه باللغه الامثله التطبيقيه انا عايز بقى ادي امثله كتير جدا عن فكره موضوعي علشان اقدر اوصل للقارئ ان انا فاهم جيد جدا جدا لهذه الفكره وهذا الموضوع وبعدين الديسكشن رقم العنصر الثالث في المحتوى اللي انا طالبه هو الديسكشن اند ريزلتس المناقشه والنتائج المناقشه والنتائج هنعمل في ايه بقى ديسكشن اند ريزلتس هنعمل في الجزء ده ايه هتذكر فيه الداتا البيانات اللي انت تناولتها في التعريف والامثله كملخص لها وتقدر كمان المقدمه اللي انت عملتها تقدر تلخصها تاني في الجزء اللي خاص بالخاص بالديسكشن في الاخر خالص ديسكشن اند ريزلتس المقدمه اللي انت بدات بيها هتبدا تقول لي بقى المقدمه اللي انا بدات بيها الانترودكشن دي ان انا هتناول وناقشت انا بالفعل هنا في النتيجه انا ناقشت واثبتت بالفعل عن طريق الامثله التطبيقيه ان انا اوصل وجهه نظري في هذا الموضوع او عن هذه الفكره العلميه اللغويه تمام كمان عايزك في الجزء بتاع discussion and results تربط فائده هذا الموضوع بشغلك في مجال الترانسليشن الترجمه او مجال التيتشنج التدريس النقطه اللي انت اخترتها دي وناقشتها في بحث قصير مختصر فايدتها ايه بالنسبه لك في مجال الترانسليشن او في مجال التيتشنج تمام ده اللي انا طالبه في محتوى البحث في محتوى هذا البحث تمام ده ببساطه شديده جدا كده يبقى انا شرحت يعني ايه المقدمه يعني ايه مقدمه شرحت المحتوى اللي انا طالبه طالب من الطالب دارس الكريم تنفيذه والدارسه الكريمه تنفيذه في شغلها اثناء تناولها لفكره موضوع البحث اللي انا ساعلن عنه ان شاء الله باذن الله تعالى كده هيبقى فاضل لي الاستنتاج والمراجع وده اللي انا هتناوله ان شاء الله في حلقات اخرى باذن الله زي ما اتفقنا ان هي حلقات متصله ان شاء الله خلال هذه الايام بحيث ان انا اقدر اساعدك واعينك انك تقدر تعمل بحث يتم قبوله واجتيازه وتفوق ان شاء الله باذن الله تعالى اشكركم شكرا جزيلا على المشاهده الكريمه ويشرفني الاعجاب بهذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو لنتشارك المعرفة والاشتراك في القناة هذا يسعدني وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد بشكل يومي بإذن الله تعالى شكرا جزيلا السلام عليكم وإلى اللقاء